من المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن سابقا إلى المراقب العام لجمعية جماعة الإخوان المسلمين حاليا. تحول ضيفنا بعد 12 عاما في قيادة الجماعة. ما الفرق بين الجماعتين؟ هو تصويب قانوني لفرع عن أصل. الفرع هنا في عمان والأصل هناك في القاهرة. أين الإشكالية إذن؟ يجيب ضيفنا: جماعة الإخوان في مصر أصبحت بموجب القانون المصري تنظيما إرهابيا، فنخشى على الفرع هنا أن يحل أو أن يلحق بالأصل. تحليل قد لا تتفق معه قيادات الإخوان حاليا، بل تراه أمرا مريبا قد دبر بليل. فهل نحن أمام عملية انشقاق حقيقية أم عملية تصويب؟ أهلا بكم إلى الجزء الأول من الحوار مع الأستاذ عبد المجيد ذنيبات، المراقب العام الحالي لجمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن. عبد المجيد ذنيبات انتخب رئيسا لمجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي بين عامي 1992 و1994. في عام 1993 شغل منصب نائب المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن. بعدها بعام انتخب مراقبا عاما للجماعة وأعيد انتخابه عام 1998. استقال من منصبه مراقبا عاما للجماعة عام 2006. شغل عضوية مجلس الأعيان الأردني عدة دورات متتالية. قدم استقالته من المجلس عام 2012. أستاذ عبد المجيد ذنيبات، المراقب العام السابق للإخوان المسلمين، المراقب العام الحالي لجمعية الإخوان المسلمين، نرحب بك، أهلا وسهلا فيك. وبكم يا سيدي، أهلا وسهلا. ما الفرق بين جمعية الإخوان المسلمين وما بين الإخوان المسلمين؟ جمعية جماعة الإخوان المسلمين سجلت حديثا باسم بهذا الاسم لدى الوزارات المعنية، سجل الجمعيات الخيرية ووزارة التنمية السياسية باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين، لأن الجمعيات أو الأحزاب بحسب أغراضها ووسائلها تسجل إما في وزارة الداخلية وهي الأحزاب السياسية، أو في وزارة التنمية الاجتماعية وهي الجمعيات الخيرية، أو في الوزارة أو في وزارة الشؤون السياسية وهي الجمعيات ذات الطابع السياسي. نحن قدمنا بطلب ترخيص حسب النظام الأساسي للجماعة، وأضفنا إلى هذا النظام حق الجماعة بالعمل السياسي، وأصبحت هذه الجمعية شاملة للعمل الخيري والعمل الاجتماعي والعمل الإغاثي وإنشاء المساجد والمدارس والمستوصفات. ألم تكن جماعة الإخوان المسلمين هي في الأساس مرخصة وتعمل بشكل قانوني داخل الأردن، وحضرتك كنت مراقب عام لها لسنوات طويلة؟ الترخيص الذي منح للجماعة الإخوان المسلمين عام 1945 منح لها على أنها فرع من جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، وصدر النظام الأساسي في المادة الأولى منه يقول بيعرف الجماعة أنها جمعية جماعة الإخوان المسلمين فرع من جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، وتعمل بموجب إرشاداتها وتوجيهاتها، وصدرت الموافقة على هذا الأساس على أنها فرع 1946 على أنها فرع من جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة. لكن في العام 53 على ما أعتقد أنه حصل إنشاء النظام الأساسي لها بما يتناسب مع القانون الأردني. لا، في عام 53 لم يطرأ على النظام الأساسي أي تغيير، فقط تقدم في حينه المراقب العام يرحمه الله محمد خليفة بطلب لرئاسة الوزراء بتغيير اسم الجمعية إلى جماعة مع بقاء نظامها الأساسي الذي وافقت عليه الحكومة سنة 46. ما الهدف الذي كان يبغيه المراقب العام خليفة من محاولة نقلة من اسم جمعية إلى جماعة؟ الحاقا بجماعة الإخوان المسلمين في مصر. جماعة الإخوان المسلمين اسمها الدارج في ذلك الوقت جماعة الإخوان المسلمين وليست جمعية الإخوان المسلمين. هذا هو السبب الأساسي كان. ألحقت اسما بجماعة الإخوان المسلمين في مصر. من حيث الاسم. طيب، حضرتك بمؤتمر صحفي ب 5/3/2015 تقول
هي هيئة أردنية عن الجمعية الآن اللي هي جمعية جماعة الإخوان المسلمين، هي هيئة أردنية قانونية قائمة بذاتها تستند إلى الدستور والقانون الأردني ولا ترتبط بأي هيئة خارجية. إذا كان الأصل في الإخوان المسلمين هو اسم فرع من اسم للإخوان المسلمين في مصر، وأنتم ترون أنها لابد أن تكون أردنية من حيث الأساس ومن حيث المنطلقات ومن حيث العمل، طيب ألا يفترض أن تتخذوا اسما يختلف؟ كان يفترض أن تتخذوا اسما يختلف على الأقل عن جماعة قائمة بذاتها في الأردن ولها نشاط سياسي أيضا في الأردن، وهي أيضا تشاطر أو لها يعني تتقاسم مع الإخوان المسلمين في مصر الكثير من المبادئ والطروحات وأيضا وحتى في الرؤية السياسية. لا، إحنا كنا قاصدين توفيق أوضاع الجماعة الحالية، جماعة الإخوان المسلمين بحسب القانون الأردني، ولذلك حصلنا على ترخيص أن جماعة الإخوان المسلمين القائمة الآن في الأردن هي الجمعية أو تسمى جماعة الإخوان المسلمين وفق النظام والقانون الأردني حسب النظام الذي تقدمت به عام 45. جميل. للحكومة الأردنية، يعني هي عملية تصويب، عملية تصويب للجماعة قائمة في الأساس. نعم. طيب أنت حضرتك كنت مراقب عام لهذه الجماعة، وكل القرارات التي تتخذ والمناصب التي تؤتى فيها هي تأتي بناء على قرار شوري وانتخابات شورية. الآن حضرتك لست في مقام من يتخذ القرار داخل الجماعة، ألا يفترض أنه محاولة تصويب هذه الجماعة أن يتم من خلال المجالس المنتخبة داخل هذه الجماعة بأن تبادر هي بذاتها إذا كانت ترى نفسها غير مصوبة إلى الجهات المعنية لتصويبها؟ كنت أتمنى ذلك. ومنذ عامين عندما اكتشفنا وجدنا أن جماعة الإخوان المسلمين فرع من جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، وعندما اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة منظمة إرهابية التفتنا إلى تأسيسنا، ولم يكن بين أيدينا هذا النظام أو هذا القرار، فبحثت عنه أنا في أروقة مجلس الأعيان باعتباري عضو مجلس الأعيان، فوجدت الترخيص الأساسي. نعم. الذي يقول أن جماعة الإخوان المسلمين فرع من جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة وتعمل بموجب إرشاداتها وتوجيهاتها. فالأمر في الحقيقة باعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة أصبحت منظمة في عرف النظام المصري منظمة إرهابية. نعم. خفنا أن تلحق أن يلحق الفرع بالأصل فتصبح جماعة الإخوان في المسلمين وينظر إليها على أنها إرهابية باعتبارها فرع من ذاك الأصل الذي سمي. ألا يعتبر هذا الكلام خطير؟ عفوا أستاذ ذنيبات، حضرتك كنت مراقب عام لحوالي 12 سنة على رأس جماعة تعتبر الجماعة الأكثر أو الجهة السياسية الأكثر معارضة أو من حيث الحجم في الأردن، وفجأة تكتشف بعد سنوات طويلة على أنها فرع من تنظيم مصري وتريد أن تصوبه في نهاية المطاف، ألا هذا يعني يطرح إشكالية كبيرة؟ رأس الهرم لا يكتشف إلا مؤخرا أنه هذه الجماعة التي يديرها هي فرع من تنظيم آخر. أوراق الجماعة من عام 45 إلى الآن قسم منها بحسب الظروف التي مرت على الأردن، الأحكام العرفية وما تبعها من أحداث، أو ضاعت الأوراق القديمة التي نعم. كانت تستند لها الجماعة، فلم يعد لدينا أوراق قديمة عن سجلات الجماعة القديمة، وبالتالي مثل هذه الورقة لم توجد بين أيدينا ولا توجد بين أيدي الجماعة لحد الآن. أنا الذي بحثت عنها في أروقة مجلس نعم. الأعيان وفي سجلات الحكومة حتى عثرنا على هذه الأوراق، فأنا حقيقة فوجئت بهذه الورقة أننا رخصنا على أننا فرع من جماعة الخسين. أنا أعلم أننا مرتبطين روحيا ومرتبطين من حيث الولاء التنظيمي إلى 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 الإخوان المسلمين في الأردن، لكن لم أكن أعلم أننا جزء من فرع من 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 من, من أصل. جميل. وأننا جزء من طيب أستاذ ثنيبات، ولذلك هذا نعم. الأمر دعاني إلى دعوة إخواني إلى التصويب، فعقدنا مؤتمرين، المؤتمر الأول في إربد والمؤتمر الثاني في عمان، وحضره نعم. 300 من قيادات الإخوان نعم. وتناقشنا في هذا الأمر، ووجدنا أن هذا الأمر يشكل معضلة ومشكلة مستقبلية للجماعة، قد تأتي الحكومة في أي وقت وتقول من أنتم؟ ماذا نقول؟ طيب كلام جميل، لكن عرفا
ومنطقيا حتى أستاذ ذنيبات، أنه إذا كانت جماعة تعمل خلاف القانون الأصل أن تبادر وزارة الداخلية أو وزارة الشؤون الاجتماعية أيا كان الجهة السيادية المعنية بعمل الأحزاب والمؤسسات بمخاطبة هذه الجماعة بأنها تعمل تحت طائل غير القانون أو بأنها لا تخضع للقانون. هذا لم يأتي من قبل الحكومة الأردنية بل أتى من جهة داخل جماعة الإخوان المسلمين، البعض يقول هي على خلاف داخلي تريد أن تثير خلافات داخل الجماعة عن طريق إعادة كشف أوراق هي بالأساس تعمل وفقها منذ سنوات طويلة وتتعامل معها الحكومة وكأنها بالفعل كأنها هيئة سياسية قائمة بذاتها. يا سيدي، منذ سنوات عديدة والإخوان المسلمون يعني ينظر إليهم من قبل بعض رؤساء الوزارات أنهم جماعة غير قانونيين وأن عليهم تصويب وضعهم القانوني. قالها هذا في زمن دولة عبد السلام المجالي وقال أنتم لستم مرخصين قانونيا وعليكم درس، وقالها آخر مرة قبل حوالي عامين وزير التنمية السياسية عندما ذكر أن الإخوان المسلمون لا يعتبروا قانونيين وأن عليهم تصويب وضعهم القانوني. هذا الأمر دفعني أنا ومجموعة من الإخوان القياديين والذين تهموا مصلحة الجماعة أن نبحث الوضع القانوني للجماعة. طيب، بحثنا الوضع القانوني للجماعة فوجدنا أن هناك ثغرات كثيرة وأن الجماعة عبارة عن فرع من جماعة الإخوان المسلمين التي أصبحت محلولة. طلبنا من القيادة أن تتولى بنفسها التصويب. جميل. كيف وأنا طلبت من 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 المراقب العام ومن المكتب التنفيذي وقدمت له ما يثبت أن وجهة نظري السليمة وأن عليكم أن تبادروا أنتم إلى تصويب هذا الوضع القانوني. ولو بادر الإخوان في القيادة تصويب هذا الوضع لا أنا كنت واحد من هؤلاء الإخوان ولما بادرت بنفسي إلى تصويب، لكنني عندما رأيتهم أداروا ظهرهم ولم يأخذوا هذا المنطق هذه الحجة بمنطقية وبجدية بادرت أنا بنفسي، لأنني أعتبر نفسي أنا جزء من الجماعة وأعتبر نفسي مراقبا عاما ووظيفتي جميل. ومهمتي أن أحمي هذه الجماعة. طيب، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المصرية عصام تليمة يقول هل، وطبعا يوجه الكلام لحضرتكم في عربي 21، يقول هل فجأة يا سادة اكتشفتم أن الإخوان جماعة محلولة وغير قانونية مصريا؟ إن جماعة الإخوان صدر قرار حلها في 8 من ديسمبر سنة 48، فأي إفاقة أفقتموها بعدما يقرب من 70 عاما، ثم صدر قرار حل آخر في عام 54 على يد جمال عبد الناصر، ثم في عهد السادات ومبارك لم تكن جماعة رسمية. كل هذه السنوات كنتم تعيشون في ظل جماعة غير مرخصة قانونية وأنتم كنتم المراقب العام لهذه الجماعة. الآن أنت خارج الجماعة عمليا من حيث الانتخابات وترى أنه لابد من المحافظة على الجماعة بهذه الطريقة. البعض يقول لا، هناك من يوحي للأستاذ ذنيبات لأسباب سياسية أن يخلط الأوراق داخل جماعة الإخوان المسلمين على اعتبار أنها جماعة معارضة للنظام السياسي القائم في الأردن. هذا كلام غير صحيح، لأن الجماعة الإخوان المسلمين صحيح أنها جماعة غير شرعية كانت في مصر منذ عام 54 إلى ما قبل سنتين، إلا أنها لم توصم بأنها منظمة إرهابية. الخطورة في إلصاق صفة الإرهاب على جماعة سياسية سواء كانت في عهد الناصر صنفت أنها إرهابية، قيل أنها جماعة إرهابية، كان يطلق عليها الجماعة المحظورة والجماعة الإرهابية حتى. كان يقول عنها الجماعة المحظورة ولم يقول عن الجماعة الإرهابية، وكان النظام في مصر يقول أن الإخوان سلميين وليسوا إرهابيين. حتى آخر عهد حسن مبارك كان يقول أن الإخوان المسلمون صحيح جماعة غير قانونية لكنها ليست إرهابية. وكان أفرادها معروفين والمرشد العام كان معروف. نعم. ولو كانت إرهابية لما بقي المرشد العام يتنقل ويلتقي ومكتب الإرشاد كان قائم. وإنما فرضت على الإخوان المسلمين وصنفت على أنها إرهابية منذ عامين. هذا الذي دفعنا حقيقة أن نتلمس أنفسنا وأن نصوب حركتنا حتى لا نلحق بهذه الجماعة. هل الآن الإخوان المسلمين في مصر نحن كإخوان لا نعتبرهم إرهابيين، ولكن النظام المصري يعتبرهم إرهابيين. يعني نحن لا نقول أن إخواننا إرهابيون، حاشا لله، ونحن نعلم إخواننا ونعرف منهم ونعرف أسلوبهم وسياستهم
وأهدافهم، ولكن النظام في نظر النظام يقول أنها جماعة إرهابية. في السعودية صنفت على أنها منظمة إرهابية، في الإمارات صنفت على أنها منظمة إرهابية، والحبل على الجرار. لماذا ننتظر حتى يقال عنها في الأردن أنكم منظمة إرهابية؟ هل كان الأمر بمبادرة ذاتية أم يعني بتوجيه أو بمحاولة إرشاد من قبل جهات سيادية على أنه لابد من تصويب هذه الجماعة؟ البعض يقول أنه علاقة ذنيبات بالحكومة علاقة جيدة، علاقة، وبالتالي ربما يكون هذا أحد الأسباب التي دفعت ذنيبات إلى مثل هذا الفعل. لا، أنا لست وحدي الذي قام بهذا العمل. نحن عقدنا مؤتمرين، المؤتمر الأول في إربد حضروا حوالي 150 أخ من قيادات الإخوة، والمؤتمر الثاني حضروا حوالي 300 أخ في عمان من قيادات الإخوان، وطلبنا من القيادة أن تصوب. لم نبادر نحن، نحن كنا نريد أن القيادة تقوم بهذا التصويب، ووضعنا الأوراق التي بين يدينا التي تعتبر الجماعة أنها فرع من القاهرة بين يدي الإخوان. والأمر معروف لدى القاصي والداني أن النظام المصري اعتبر الإخوان منظمة إرهابية. أنا لم أعتبر الإخبار، ولن أعتبر الإخوان، ولا أعتبر الإخوان أنه منظمة إرهابية، لأنني واحد من هؤلاء الناس. كيف أحكم على نفسي أنني منظمة إرهابية؟ لكن النظام المصري هو الذي صنف الإخوان منظمة إرهابية، ثم لحق بهم النظام السعودي، ثم لحق بهم النظام الإماراتي. يعني هو السبب الأساسي اللي دفعكم إلى مثل هذا الفعل والتقدم بترخيص لجمعيات. طيب، البعض يقول أنه هناك خلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين ما بين ما يعرف بصقور وحمائم، وهناك تبينات في وجهات النظر. طرحنا تساؤل على الكاتب الصحافي الأردني مهند مبيضا حول هذا الموضوع، وكانت الإجابة على الشكل التالي، نشاهد معا. الانقسام لم يحصل إلا بعد عام 90 عندما دخلت حركة حماس على جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وأدى دخول حماس وتأثيرها على حركة الإخوان المسلمين في تبلور هذا الاختلاف، أنا بسميه اختلاف داخل الجماعة الواحدة، حتى لو كان صقور وحمائم. ليس سبة أن يكون هناك صقور وحمائم، وليس هناك نقضا أو نقدا بأن يكون هناك صقور وحمائم. كل حزب في العالم، كل أيديولوجيا فيها عقول متطرفة أو متشددة أو رافضة للتغيير، وهناك عقول تكون إصلاحية أو تغييرية. لكن أن يتحول الأمر إلى جماعتين والصراع على الإسلام الأردني من خلال جماعة مرخصة وجماعة يقال بأنها غير مرخصة، رغم أن الثقل الأكبر سكانية والمنتسبين داخل الجماعة غير مرخصة، هذا أمر لا يحمل. هناك نعم اختلافات، هناك آراء مختلفة، هناك أفكار، هناك عقول متشددة داخل الجماعة الإسلامية من التيارين نفسهم. هذا لا يعني أنهم ليبراليين جميعا، ولا يعني بأن الحمائم ليبراليين، لكنهم في النهاية يريدوا أن يصلوا إلى مآربهم الخاصة فيهم. إذن استمعنا إلى ما يقول الأستاذ مبيضن فيما يتعلق أنه ما في صقور حمائم، أنه حتى في متشددين داخل كلا الطرفين، وأنه هي خلافات قائمة داخل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن على سبيل المثال. هذه اجتهادات في أي مجموعة ربانية بشرية يوجد فيها اختلاف في وجهات النظر. زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك اجتهادات، فلان اجتهد كذا وفلان عرضه في ذلك، في غزوة الخندق اقترح البعض واقترح البعض آخر، في غزوة بدر كذلك الحال، في الأمور الحياتية اختلفت وجهات النظر. ليس في ذلك عيب أو يعني تشويه لهذه الحركة. هو ليس عيب، هو ليس عيب، هو الحديث هنا عن تباين في وجهات النظر إلى درجة الانقسام، وأن الأمر ليس فقط مرتبط بجماعة داخلية بقدر ما هو مرتبط بحركة معروفة في العالم العربي، حركة المقاومة الإسلامية حماس كما يقول. لا، حماس ليس لا دخل لها في ما حصل في الإخوة. حماس حركة مقاومة إسلامية ساحتها فلسطين وغزة، ولا علاقة لها بالساحة الأردنية من حيث العمل التنظيمي ومن حيث العمل المدني. وبالتالي حماس لا دخل، لا تحشر حماس في موضوع الخلاف الذي دار. طيب، بيننا سنأتي على ذكر حماس بشكل مفصل في 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 وقت لاحق. البعض يقول، وأنا هنا أنقل عن بعض الراصدين للخلافات السياسية القائمة بين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، يقول الأستاذ أزنيبات حاز المنصب لأنه من أصول شرق أردنية وفق العرف أو القانون غير المكتوب داخل جماعة الإخوان المسلمين. هناك صراع بين تيارين، تيار هو يعتبر محسوب على الجانب الفلسطيني وما هو يعرف بفلسطيني الأردن، ومن هو من أصول أردنية في الأساس شرق أردني، فحضرتك تنتمي إلى هذا الجانب، وبالتالي الصراع هو لم يعد فقط صراع في الرؤى السياسية بقدر ما هو صراع حتى
ذو بعد قبلي ومناطقي. لا، بالتأكيد هذا الأمر مرفوض لدينا، نحن إخوان مسلمون، انتماؤنا للإسلام أولا وليس إلى عشيرة، وإن كنت لا أتبرى من عشيرتي. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتز بعشيرته واعتز بمكة وخاطب مكة عندما هاجر، والله إنك لأحب البلاد إلي، نعم، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فالانتماء للعشيرة أو للمدينة أو لكذا أمر لا يتنافى مع طبيعة الإسلام. وأما أن يقال أننا من شرق أردن ومن غرب أردن، نحن كلنا مواطنون لنا حقوق وواجبات، ونحن في الإخوان المسلمين لا نعتبر بهذه الأقسام، أردني فلسطيني إلى آخره، والذين يركزون على هذه الناحية ليسوا منا ولسنا منهم حقيقة في الأمر. نحن أبعد ما نكون عن الطائفية والعنصرية والقبلية التي لفظها الإسلام والتي لفظتها كل القوى الحية في هذا البلد. لكن البعض يقول أستاذ ثنيبات أنه داخل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن هناك تيار يعني يفضل أو يقدم القضية الفلسطينية حتى على الوضع الداخلي الأردني، بخلافكم ومجموعة أيضا أخرى ترى أن الوضع الأردني أولوية وإن كانت القضية الفلسطينية قضية أمة جامعة. هل هذا كان قائم؟ يعني هو موجود داخل جماعة الإخوان المسلمين؟ أنت يعني إلى أي يعني جهة تنتمي بطبيعة هاتين الجهتين؟ الإنسان لا يخلو من عواطفه ولا يخلو من ميوله. نعم، هناك فئة لا بأس بها داخل جماعة الإخوان المسلمين من أصل فلسطيني تعتبر أن القضية الفلسطينية هي الهم الأكبر للجماعة الإسلامية، بينما إخوة آخرين يقولون نحن في الأردن وعايشين في الأردن، الهم الأكبر لدينا هو القضية الأردنية، ثم تأتي القضية الفلسطينية والقضايا العربية والإسلامية الأخرى. يعني هذا الأمر موجود. طيب، الآن في خلاف قائم الآن حاليا بين من يعرف بالإخوان المسلمين التي يقودها المراقب العام الحالي الدكتور همام سعيد، وبين جماعة الإخوان المسلمين التي حضرتك الآن مراقب عام لها. هل من مبادرات لرأب الصدع؟ إذا لم يكن هناك مبادرات، هل ستذهبون إلى تشكيل حزب سياسي على غرار حزب جبهة العمل الإسلامي؟ أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير. مشاهدين، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. نجدد بكم الترحيب مشاهدينا ومع ضيفنا الأستاذ عبد المجيد ذنيبات. نجدد بك الترحيب أستاذ ذنيبات. قبل الفاصل سألتك فيما يتعلق ما إذا كان هناك محاولات لرأب الصدع بينكم وبين جماعة الأخوان التي يرأسها الدكتور همام سعيد، في حال لم يكن هناك محاولات لرأب الصدع، هل ستذهبون إلى تأسيس حزب سياسي على غرار حزب جبهة العمل الإسلامي؟ نعم، سنسعى إلى تأسيس حزب سياسي جديد يمثل جماعة الإخوان المسلمين. هل هذا يعتبر قرار نهائي؟ لا، ليس قرار ده، نحن نتشاور فيما بيننا. إذا وجدنا أن حزب جماعة العمل الإسلامي القائم حاليا لا يمثلنا، فسنعمد إلى تأسيس حزب آخر يمثلنا. طيب، أنت شغلت حضرتك مراقب عام كما قلنا، نعم، لأكثر من 10 سنوات، حوالي 12 سنة. نعم. تتحدث في المؤتمر الصحفي لك ب5/3/2015 تقول إن الجماعة الجديدة سوف تنتهج منهجا علنيا بعيدا عن السرية والخفاء في كل أعمالها. نعم. هل هذا يعني أن جماعة الإخوان في الأردن كانت تمارس عملا سريا ومخالفا للقانون؟ الإخوان المسلمون لم يكونوا حزبا سياسيا مرخصا حسب القانون الأردني. الأحزاب السياسية المرخصة تقتضي، يطلب منها تقديم وثائقها، تقديم نظامها الأساسي، تقديم العضوية لكل عضو فيها واشتراكات هذا العضو. الإخوان المسلمون لم يقدموا كشفا بأسماء الهيئة العامة ولا بأسماء الأعضاء للجهات المعنية، وبالتالي لا تعتبر الجماعة قائمة بحسب النظام القانوني الأردني أو الدستور الأردني، لأن الدستور الأردني والقانون الأردني نظم الأحزاب ونظم الجماعات والجمعيات. هي لم تتعمد تقديم بيانات للجهات المعنية بهذا الخصوص لمخالفة القانون، أم لأنها غير مرخصة وفق ما تقول؟ لأنها غير مرخصة ولأنها تابعة لجمعية جماعة الإخوان المسلمين في مصر،
فلم تكن ملزمة بتقديم أوراقها، أو هكذا شاءت أن لا تقدم أوراقها باعتبارها ليست جماعة أردنية وليست مرخصة على النظام الأردني، والنظام الأردني لم يطلب منها ذلك لأنها لا تعتبر في منظومة الأحزاب ولا تعتبر في منظومة الجمعيات الأردنية القائمة. الغريب أستاذ زنيبات، حضرتك الوحيد ربما هو عضو في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وتشرع الآن في تأسيس جماعة الإخوان المسلمين لتكون مستقلة عن الإخوان المسلمين، كيف يمكن أن نفسر هذا اللغز؟ أنا منذ عامين ذكرت لإخواني في التنظيم الدولي أن هناك ثغرة قانونية لدينا، وطلبت منهم أن يتدخلوا في شأننا الأردني وأن يوعزوا إلى همام المراقب العام بأن يؤطر الإخوان حسب القانون الأردني، ولكنهم أيضا طلبوا من همام هذا الأمر وأن يعني يسمعوا لوجهة نظري أنا ووجهة النظر القانونية، إلا أنهم لم يرتعوا، لم يستجيبوا لطلبي ولا لطلب مكتب الإرشاد في ذلك الوقت. وبالتالي وأنا قلت هذا الكلام بحضرة المرشد العام نفسه في لقاء في إحدى اللقاءات قبل عامين، ولم يكن الأمر خافيا. ما كان موقف التنظيم الدولي للإخوان؟ ما كان موقف، ما هو الموقف الذي يعني قال هذا شأن أردني وأنتم أولى فيه؟ أما نحن المراقب المرشد العام في ذلك قال أما نحن فقد صوبنا وضعنا القانوني قبل عامين، وتذكر أن الإخوان المسلمون أنشأوا حزب التنمية والعدالة، حزب العدالة الحرية والعدالة، وسجلوا الجماعة كجمعية في القاهرة، وبالتالي كان الوضع قانوني سليم، وبالتالي فرقوا بين الوضع الاجتماعي والخيري والوضع السياسي. الوضع السياسي أركنوه لحزب التنمية والعدالة، والوضع الخيري والاجتماعي وما إلى ذلك أركنوه لجماعة الإخوان المسلمين. هذا الأمر منذ حوالي عامين. هل ما زلت عضو في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين؟ لا، أنا لا، منذ مدة أوقفت عضويتي في جماعة الإخوان المسلمين لأن ذلك يتناقض مع عضويتي في الجماعة الحالية. كيف يتناقض يعني؟ كيف يتناقض؟ يعني ما بيجوز للأخ في حزب أردني أن يكون منتميا إلى جماعة أخرى تنظيميا. وكيف كنت تفعل ذلك سابقا؟ نعم، كيف كنت تفعل ذلك سابقا؟ ألا ينتقص ذلك من وطنيتك للأردن؟ لم يتعارض ذلك مع وطنيتي في الأردن، لأنني كنت أخا مسلما أتبع لجماعة في الأردن، وكان ارتباطي في الخارج ارتباط فكري وليس ارتباط تنظيمي. إبراهيم منير هو أحد قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين عالميا، يقول زنيبات لم يكن موفقا بالمطلق في أن يلجأ إلى الدولة في الأردن ويتقدم باسمه بطلب ترخيص جديد، هو أعلم الناس بأن الإخوان ليسوا إرهابيين ولم تكن الجماعة في أي يوم من الأيام منظمة إرهابية. ويضيف هو أن الجماعة، جماعة الإخوان أو التنظيم الدولي، هو يعترف بالدكتور همام سعيد هو المراقب العام للإخوان في الأردن. شو رأيك بهالكلام؟ يا سيدي، أنا يعني رديت على أخي إبراهيم منير اللي هو أمين السر العام، وقلت له أنا لم أسمي الإخوان المسلمين في مصر أنهم منظمة إرهابية. النظام المصري هو الذي أطلق الاسم على الإخوان المسلمين بأنهم منظمة إرهابية. نعم. والنظام السعودي هو الذي أطلق، اعتبر الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. والدولة الإمارات هي التي اعتبرت الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. أنا لم أعتبرهم، وأنا كلامي كان واضحا وصريحا، مخافة أن تنجر الأردن إلى هذه الدول فتعتبر الجماعة منظمة إرهابية، ولأننا غير مسجلين كحزب أو كهيئة حسب القانون الأردني، عمدت إلى ونصحت إخواني أن يؤطروا وضعهم القانوني إما في جمعية أو في حزب أو في جماعة أو في أو ما إلى ذلك. فأنا لم أكن الإخوان المسلمين في مصر بأنهم منظمة إرهابية، وإنما النظام المصري يعتبرهم منظمة إرهابية. طيب حضرتك طبعا بما أنه الآن تتولى المراقب العام لجمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، كان هناك طرح لمبادرة لحل الأزمة بعد أن أصبح هناك صدمة لدى الإخوان المسلمين في الأردن. الدكتور همام سعيد طرح بحسب ما ينقل عنه في حوار موقع عربي 21 تشكيل مكتب تنفيذي واقعي أو توافقي
يضم بعض الشخصيات المقبولة من قبلكم وربما من قبلهم للخروج من هذه الأزمة للحيلولة دون الوصول إلى عملية الانشقاق. هل أنتم مستعدون للتراجع خطوة إلى الوراء من أجل حماية الجماعة؟ الخلاف ليس على المناصب وليس من أجل إعادة تشكيل المكتب التنفيذي وإنه همام مراقب عام أو عبد اللطيف أو تشكيلة المكتب التنفيذي القائم. الخلاف بيننا وبينكم حول قانونية الجماعة. هل الجماعة قانونية وفق القانون الأردني؟ أنا أزعم يعني حضرتك ما عندك إشكالية إلا في قوننة الجماعة. الجماعة وأما والباب مفتوح إلى إخواني ليأتوا قياديين وليسوا أعضاء إذا أرادوا ذلك. لا نحن لا في 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 الجماعة المرخصة حديثا لا نمانع في الانتساب لها من أي أخ كان وفق القوانين والأنظمة التي تحكم هذه الجماعة باعتبارها الآن أصبحت تحتكم إلى قانون ودستور أردني. طيب لنمشي سويا فيما يتعلق بقانونية هذه الجماعة لن نتوقف كثيرا عنده. نريد أن نكشف بعض الخفايا أو على الأقل نفهم خلفيات هذا الموضوع. البعض يقول أنه من فترة غير قليلة كان هناك عملية تسريب لوثيقة من داخل جماعة الإخوان المسلمين. هذه الوثيقة من سربها هو تيار الحمائم يتحدث عن مال سياسي يمارسه تيار الصقور وضعف في الأداء السياسي واستقطاب سياسي إقليمي أردني فلسطيني بالتزامن مع مساعي داخلية لإعادة تشكيل هيئات قيادية. هناك اتهام من قبل الحمائم على أنه في نوع من لوبي صقور يضخ أموال لشراء أصوات لإنتاج قيادات جديدة. هل هذا بالفعل كان يحصل داخل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن؟ هذه التهمة ليست حديثة، التهمة قائمة منذ زمن أن هناك تيار خفي يحكم الجماعة ويؤطر الوضع الأوضاع التنظيمية داخل الجماعة ويوجهها ويرأس هذا التنظيم الداخلي غير المشروع مجموعة من إخواننا الذين الآن يتولون قيادة الجماعة. وهذا الأمر أنت تتهم الآن؟ نعم أنا لازلت أتهم. يعني عندك معلومات مؤكدة أن الذين فعلوا ذلك؟ نعم. وأن الذين قاموا بالانقلاب على الأخ سالم الفلاحات هو هذا التنظيم. وقبل ساعة من الانتخابات الحزب جبهة الإسلامي الأخيرة كان الأخ سالم مرشحا أن يكون أمينا عاما لحزب جبهة العمل الإسلامي حتى نتجاوز بعض المشاكل القائمة داخل تنظيم الإخوان المسلمين ونقول أن الأخ همام هو مراقب عام للجماعة والأخ سالم هو رئيس حزب جبهة العمل الأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي فيكون هناك شيء من التوافقات وتقريب وجهات النظر. إلا أن هذا الأمر في قبل ساعة من الانتخابات قلبوا ظهر المجن التنظيم السري. في أي سنة هذا؟ قبل شهرين ب 2015. نعم قلبوا ظهر المجن وأبعدوا الأخ سالم قبل ساعة بالانتخابات بعد أن منوه وبعد أن أجمعوا على أن يكون هو المراقب العام وأن الانتخابات ستؤدي إلى فرزه مراقبا عاما وجاءوا بالأخ الحالي محمد. يعني حصلت خدعة؟ لا نقول حدقة. التنظيم السري هو الذي تجاوز على توجهات الجماعة. وكانت ردة فعلكم التوجه لترخيص لجمعية لا جماعة الإخوان؟ ليست ردة فعل. لأنه حصل بعدها مباشرة. كيف تفسر ذلك؟ هو حصل بعدها مباشرة. نحن من سنتين وأنا بقول لك. أي من سنتين تطرحوا مبادرات إصلاح لكن لم تتقدموا إلى الحكومة بطلب ترخيص. نعم. هذا حصل يعني بعد هذه الانتخابات. لا قدمنا طلبا للجماعة أولا. أن عليكم أن تقدموا ترخيص ننصحكم بتقديم ترخيص وأن 300 أخ من قيادات الجماعة اجتمعوا وأجمعوا على أن وضع الجماعة الآن في خلل قانوني وأننا نطلب من القيادة أن يباشروا أن يبادروا إلى الترخيص فلما رفضت اضطررنا نحن أن نقوم بهذا الأمر. طيب إذا تتحدث عن وجود تنظيم سري داخل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وأزيدك. وهي أغلب قيادات الآن قدمت شكوى بذلك للمكتب التنفيذي والمكتب التنفيذي شكل لجنة للتحري وعن هذا الموضوع ولا زالت اللجنة قائمة وغيبت هذه اللجنة لأنها وضعت أيديها وتقدم شهود ليثبتوا صحة هذا التنظيم من بعض أعضاء التنظيم الذين خرجوا منه وهم موجودون حاليا ويقسمون بالله ويشهدون أننا كنا
أحدهم أمين سر هذا التنظيم السري. تسمي لنا يا. لا 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 أحتاج إلى تشويه أو إلى تسمية بعض. طيب أنت تتحدث عن الأخ خليل العسكر. طيب. أمين سر ذلك التنظيم السري جاء وقدم. قال إنه نحن تنظيم سري كنا. قال أنا كنت أمين سر هذا التنظيم السري الذي يقوده فلان وفلان وفلان وكنا نجتمع وكنا ندفع مصاري وكنا ندفع كذا كذا إلى آخره. بشراء أصوات وذمم. كل شيء. كل شيء. فتح تحقيق. وأقفل هذا التحقيق عندما وجدوا أن هناك بينات ستؤدي إلى كشف هذا. بقرار ممن أوقف هذا؟ من المكتب التنفيذي. من مكتب التنفيذي. نعم. طيب هذا التنظيم السري هل يختلف إيديولوجيا عنكم؟ يعني نحن نعرف تاريخيا كان هناك تنظيم سري لجماعة الإخوان المسلمين في مصر كان يمارس العمل العنفي ويمثل الصقور أولا ويحاول الانقلاب على ما سمي برموز الجماعة التاريخيين المعروفين مثلي مثل عبد اللطيف عربيات مثل عبد الحميد القضاء مثل. لكن قبل قليل كنت أفهم منك أنه ما في أي خلاف إيديولوجي، يعني لا تختلف إلا فقط في موضوع قوننة الجمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وبالتالي كل بقية الأمور سليمة وأنت شريك في مع هؤلاء في كل شيء. أنا قلت لك أنه في اختلاف الأولويات، في اختلاف في الرؤى، في اختلاف في أين تختلفون في الرؤى؟ أين تختلفون مع هذا التنظيم في الرؤى؟ هذا التنظيم يعتبر أنه هو أحق بالقيادة لأنه منتخب. مش منتخب، هذا التنظيم سري مش منتخب، لكن أتى بطريقة قانونية طبيعية. لا، أتى بالمال، جاء بالمال وبالكولسات. نعم. وأنا قلت لك أنه قبل ساعة من اتفاق الإخوان جميعا على الأخ سلمى فلاحات ليكون أمينا عاما للسر قلبوا ظهر المجن. هذا التنظيم السري قلب ظهر المجر وأتى بالأخ الأمين العام الحالي إلى قيادة الحزب. طيب. وهكذا كانت تدار الجماعة من الخلف. لم يحصل انشقاق أو الانشقاق ليس جديدا في جماعة الإخوان المسلمين لا في الأردن ولا في مصر، حصل هذا في الجزائر، حصل في سوريا، حصل في حتى حصل في أيام الأستاذ المؤسس حسن البنا. أخذنا مقتطف من كلمات الإمام حسن البنا في جماعة الإخوان المسلمين، نستمع وإياك لها وأريد منك تعقيب إن شاء الله. سيتذرع الغاضبون بكل طريق لمناهضتكم وأطفاء نور دعوتكم، وسيستعينون من أجل ذلك بالحكومات الضعيفة وبالأخلاق الضعيفة والأيدي الممتدة إليهم بالسؤال، وعليكم بالإساءة والعدوان، ويثير الجميع حول دعوتكم غبار الشبهات وظلم الاتهامات، وسيحاولون أن يلصقوا بها كل نقيصة وأن يظهروها للناس في أبشع صورة، معتمدين على قوتهم وسلطانهم ومعتدين بأموالهم وبنفوذهم. طبعا استمعنا إلى كلام الأستاذ حسن البنا يشير فيه إلى من خرجوا من جماعة الإخوان المسلمين وصاروا حربا على جماعة الإخوان المسلمين، حتى البعض منهم اتهمها بالماسونية. البعض يقول أنه الأستاذ ذنيبات اليوم هو يسير بنفس الطريق، لا ندري إلى أين قد يصل به. لا، الكلام حسن البنا واضح، هو يخاطب الذين خرجوا على دعوة الإخوان. أنا لم أخرج على دعوة الإخوان، أنا أصلت دعوة الإخوان ووضعتها وقونوتها ووضعتها في الطريق الصحيح. الإخوان يريدون إقامة دولة إسلامية، أنت تريد إقامة دولة إسلامية في الأردن؟ نعم. يعني أنا أدعو إلى نظام إسلامي. أنا أدعو إلى نظام إسلامي، لماذا؟ وبالتدريج والإصلاح التدريجي قائم، وأنا أدعو إلى الإصلاح التدريجي وإلى أسلمة جميع القوانين. نحن نسير على طريق حسن البنا، ولذلك في المادة الأولى في النظام التي قدمناه أننا جزء من حركة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا عام 45. لسنا دعوة جديدة ولسنا خروج على جماعة الإخوان المسلمين، وإنما نحن على فكر حسن البنا، ونؤصل هذا الفكر حقيقة من خلال النظام الأساسي الذي ارتضيناه والذي نعمل من خلاله. فكلام حسن البنا يؤيد وجهة نظرنا ولا يعارض وجهة نظرنا. الذين يخرجون الآن على دعوة الإخوان المسلمين هم الذين يعني يحاولون التكبر على هذه الجماعة وعدم الانضواء تحت جماعة الإخوان المسلمين. نحن أسسنا وقوننا جماعة الإخوان المسلمين، ولم نؤسس حزبا مدنيا أو حزبا آخر خلاف الإخوان المسلمين. لكن ستذهبون بتأسيس حزب سياسي جديد ربما قد يكون منافس لحزب جبهة العمل الإسلامي، البعض يقول بإعاز من السلطات الأردنية لشق صف الإخوان المسلمين.
بعد أن ضعف التهمة موقف الأخوان هذه المسلمين التهمة في المنطقة؟ هذه التهمة المعلبة والجاهزة لدى ضعيف الحجة. كل ما أقدمنا على أمر السلطات وراءكم، المخابرات وراءكم، الدولة تريد كذا كذا، لماذا؟ الفعل هو الذي يقرر هل نحن هل نحن نسير في ركاب الدولة أو لا نسير، أو نسير في ركاب الإسلام والدعوة الإسلامية. طيب الأمر لا يقتصر فقط على الأردن فيما يتعلق بالخلافات، أنت تعلم جيدا فيما يتعلق بالإخوان المسلمين في مصر. عمر عمارة وهو منسق شباب الإخوان المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر يقول أنهم تقدموا بالترخيص لجمعية الإخوان المسلمين، نفس التسمية اللي حضرتكم تقدمتم بها، التي تؤكد على حصر عملها في المجال الدعوي ولن تتدخل في الشأن السياسي، مستفيدين. هذه الفكرة أتتنا مما يقوم به الأستاذ عبد المجيد ثنيبات في الأردن، يعني وكأنه الآن بدأتم تيار يشق الإخوان المسلمين ليس فقط في الأردن وإنما في عموم المنطقة. يا سيدي، جمعية الإخوان المسلمين هي التي تأسست قبل عامين ويرأسها فضيلة المرشد العام باسم جمعية الإخوان المسلمين في مصر. في مصر، نعم. فكلمة جمعية ليست جديدة وليست خروج على القانون أو الأعراف الإخوانية، بدليل أنه الإمام الأخ المراقب محمد بديع مرشد العام هو يرأس جمعية الإخوان المسلمين، نعم، في مصر، التي تأسست أو التي يعني وضبت حسب القانون الجديد، حسب القوانين النافذة في مصر، نعم، بأنها جمعية الإخوان المسلمين. وأسسوا إلى جانب ذلك حزب الحرية والعدالة، نعم، اللي هو الحزب السياسي. فنحن لم نأتي باسم جديد، والإخوان في مصر إذا جاءوا باسم جمعية فهم جمعية. طيب القيادات الحالية في الإخوان المسلمين في مصر متمثلة بمحمد بديع، خيرت الشاطر، رئيس محمد مرسي، هل هؤلاء خرجوا على خط الإخوان برأيك؟ نعم. أتحدث الآن عن القيادات الحالية للإخوان في مصر، هل هم خرجوا عن خط الإخوان، عن خط حسن البنا برأيك؟ لا، أنا لا أرى أنهم خرجوا. شو تصنيفك لوضعهم حاليا؟ هم إخوان مسلمون وزعماء للجماعة الإخوان في مصر، وهم ظلموا وأدخلوا السجن. طيب دعوات الانشقاق الآن التي تحصل، وتحدثت لحضرتك عن منسق شباب الإخوان المنشقين ويقول استفاد من فكرة ذنيبات في الأردن، هم الآن يعني تحت وطأة قانون ونظام، نعم، اعتبر جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية غير مؤهلة ولا يجوز لها العمل في المجتمع المصري تحت هذه اللافتة، تحت الاسم. فهم يريدون الخروج من هذا المأزق بتشكيل جماعة أخرى باسم الإخوان المسلمين ليعملوا على فكر ومنهج الإخوان المسلمين. طيب ماذا يعملون؟ هل يبقوا في الـ في الـ في هل يبقوا قابعين في السجون أو في بيوتهم؟ فهم رأوا أن يتحركوا ضمن القانون الموجود وضمن الدستور المصري الموجود بتأليف هذه الجماعة. محمد أبو رمان كتب في صحيفة الغد الأردنية مقالا يشكك فيه بقدرة الجناح الذي تقودونه على إقناع كوادر الإخوان المسلمين بالانضمام إليه، مشيرا أن حوالي 50 شخص فقط ممن يشاطرون الأستاذ ذنيبات هذا الرأي، الرهان على بعض الشباب، هؤلاء الشباب الذين يمتعدون ربما من قيادات حالية موجودة داخل الإخوان المسلمين قد لا يلجأوا إلى الجمعية الجديدة وإنما قد يذهب بعضهم إلى التطرف. يا سيدي، احنا منقول الميدان بيننا، وأما كون المجموعة التي أسست هذه الجماعة أو تقدمت بطلب التأسيس مجموعة محدودة فهذا شأن أي حزب يتقدم مجموعة. نحن عندما أسسنا حزب جبهة عبد السلام تقدمنا 6 إلى وزارة الداخلية لتأسيس حزب جبهة العمل الإسلامي، والآن حزب جبهة العمل الإسلامي بالمئات. الإخوان المسلمون عام 45 عندما تقدموا بطلب تأسيس لجماعة الإخوان المسلمون تقدم 11 عضوا، نعم، ثم أصبحت الجماعة تنمو. نحن أيضا تقدمنا بطلب تصحيح لواقع الواقع الخاطئ لجماعة الإخوان المسلمون وعددنا 50 أو 40 أو نحو ذلك. هؤلاء هم المؤسسون، وليس أما العضوية فهي مفتوحة ولدينا أعضاء، وقريبا سنبث هذه الدعوة إلى إخواننا أولا ونقنعهم.
بالانضمام لنا، ومن لا ينضم إنه هو حر، هذا عمل تطوعي وليس إجباري. أنتم قدتم مرحلة الإصلاح داخل جماعة الإخوان المسلمين لينتهي الأمر بتأسيس جمعية جماعة الإخوان المسلمين. موقف الحكومة من هذا الموضوع، محطات كثيرة كانت الإخوان لها دور كبير فيها، وأنت كنت مراقب عام لهذه الجماعة. سنسألك إن شاء الله في الحلقات القادمة حول الدور الذي كانت تلعبه جماعة الإخوان المسلمين وكنت المراقب العام. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد المجيد ذنيبات، المراقب العام لجمعية جماعة الإخوان المسلمين، على أمل اللقاء بك الأسبوع القادم. وكل الشكر والتقدير لكم مشاهدينا، إلى اللقاء في الأسبوع القادم.